حسنا، فكرت كثيرا قبل الحديث المسهب فيما سأقوله في فنجان العودة من التوقف الذي كان لانشغالي ببرنامج المختصر المفيد، والذي تركت حلقته الأخيرة لا تزال في أرشيف جهاز اللابتوب، لربما أعود لها ذات يوم. فأنا أعيش حالة لا أستطيع وصفها سوى بأنها بداية جديدة. أنا فهد التميمي، وبكل أسى وكالعادة سأتحدث عن تناقضات النفس البشرية وحب الشهرة والظهور والنفاق الاجتماعي، رغم أني عاهدت نفسي أن لا أتحدث، وكل مرة أنقض عهدي، ربما لأنني أنافق نفسي لكي أرضي غروري المتمثل في آرائي التي دائما تصيب وتدفع البعض لاتهامي بالسلبية. ما علينا، جهز لك فنجان قهوة أو شاي حسب رغبتك، وخلينا نتكلم عن عقدة النقص التي أصابت الكثير. وكالعادة لايك ومشاركة المحتوى، وإذا كانت زيارتك الأولى فالمرجو هو الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، وفي صندوق الوصف أيضا رابط لبعض الهيئات والجمعيات الخيرية للتبرع لإخواننا في فلسطين، ولا تنسوهم من دعواتكم الصادقة بأن ينصرهم الله بعد أكثر من 200 يوم من الإبادة الجماعية. أنثى في العقد الثالث أو الرابع من عمرها تفتح البث المباشر في تيك توك لتمارس ما تسميه هي وأمثالها الروتين، ونسميه نحن العقلاء طبعا، بعرض المفاتن وكأننا في سوق للنخاسة. كبسوا كبسوا، اكبس اكبس، أريد أسد أو برج، ولا مانع طبعا من إظهار ما لا ينبغي إظهاره من الجسد ما دام يزيد الظهور من عدد التكبيسات التي تتهاطل كهطول اللافا. أقصد لافا بركان ثائر من الشهوات المكبوتة والرغبات الممنوعة. لكل واحد منهم غرض من العرض، أقصد عرض صاحبة الروتين. في زاوية ما من يوتيوب يقف ذلك المتصابي وهو يستعرض قدرته على جلب الحبيب بأخذ أثر من ذلك متعوس الحظ الذي ابتلي بمحدودة العقل مغسولة الدماغ، أحبته وهي لا تؤمن بأن الزواج قسم ونصيب، وأن ما أبعده الله لم يجلبه ولن يجلبه عبد الله، حتى لو حاول ذلك العبد أن يتحدى قدرة المعبود. الأنكى أنك ترى من بين مريدي الشيخ المزعوم من يحمل شهادات علمية عليا، ولكن يبدو أنه ليس كل من يحمل حرف دال قبل اسمه يعني دكتور، ربما يكون دب أو حتى دهق بالدارجة العمانية. يقال أن الصدقة تذهب بركتها عندما يخالطها الرياء إلا عند البعض، فهو يرى أن تصوير إعطاء الصدقة فرصة لإظهار أنه من أصحاب الأيادي البيضاء. ما علينا، عقدة النقص قد تسهل علينا فهم لماذا يمارس البشر النفاق الاجتماعي والرياء، ولكن ما أستغربه هو استماتة البعض في تبرير هذه الأفعال المشينة، ربما لأنهم يمارسونها أيضا ولكن في السر. ومش لازم تفهم السطر الأخير. خلف ذلك السور توجد ورقة، صفحة من ذكرياتي. لا يأبى الحزن إلا أن يرافقني في تلك الزيارة المفاجئة لذلك السور الذي يحيط ببقايا رفات كان ذات يوم ملجأ لأحزاني. صعبة هي رياح الذكريات عندما تعصف بفكر من تعود الدلال العاطفي،
كان الوقت يقترب من الشروق، يعانق فيها ضباب الصباح الخيوط الضئيلة من أشعة الشمس، كما أعانق أنا ذلك الطيف الذي يسحبني لذلك المكان. اقترب الشروق واقتربت من المكان، الحنين للذكريات يجذبني والخوف من السراب يوقفني. لا أرى إلا أشباح أناس يشبهون أناسا أعرفهم، أو ربما هو اختلاط بين الرغبة والرهبة، وقد يكون مزيجا من آهات فقدان من أحبهم. فأعود أدراجي نحو غرفتي، ألوم نفسي على العودة وتلومني على الحنين، فأقف على شرفة الحنين، أنظر مرة أخرى لذلك السور، فأرى ورقة ملقاة خلف ذلك السور. الفضول يدفعني لرؤية ما كتب عليها، وما أدراك أن ثم شيء ما كتب عليها. لا أدري، فقلبي يقول أن هنالك رسالة لي، وعقلي يقول أن الأمور طيبة. سأخالف عقلي هذه المرة كالعادة، رغم أن قلبي دائما ما يخذلني في قراراته. معادلة غريبة، القلب يعارض العقل ونميل للعقل رغم اعترافنا برجاحة العقل. هرولت مسرعا نحو السور، لا يجول في خاطري سوى تلك الورقة. اقتحمت السور، لا أرى سوى تلك الورقة، وتناسيت وحشة المكان وغفلت عن ثواني الزمان. أضع يداي على الورقة، أخاف أن يتخطفها شبح وهمي ويدفعني فكري إلى أن أهرب من ذلك المكان. أعتلي السور وأجري نحو غرفتي وإلى شرفتي، أفتح الورقة، لا شيء مكتوب عليها سوى غاب زمان المعجزات وإحياء الأموات. أكسف الورقة وأرميها من الشرفة لتسقط مرات أخرى خلف ذلك السور، تبحث عن مكلوم آخر يبحث عن الأمل. وانت تشرب قهوتك في فنجانك، تذكر ان كل ما رأيته او سمعته عبارة عن مكنونات في الصدر، مشاهد حقيقية للبعض وخيالية للبعض الاخر. فلا تقلق، فالحياة ليست سوى خليط من الحقيقة والخيال. طابت أوقاتكم.